شباب فهاي تراش، وقفنا هنا تراش. هسه نجي طبعا هنا عندي فوريج راح يصير، فوريج دي البوست اللي عرفته، بعدين بوست. فاجي هنا الاس بوست، راح اجي هنا انطي جداول تي ار، حيكون اول جدول اللي هو الايمج، بعدين يلحق التايتل مثل ما تشوف، كل وحدة لها صورة معينة. فلو نجي بالله نشوف شنو راح يصير عندي، يطلع بهذا الشكل. خلي نجي نسوي اول بوست، والله خلنا نسوي كريت بوست، هنا يطلع بهذا الشكل. سؤال ايش راح احتاج؟ راح احتاج اجيب البوست الخاصة بي، اسف، فلا راح اجيب البوست الكرييت بوست كاملة، راح اجيب اخذ هذا كامل، هل اجي هنا مثل ما هو، اجيب اروح على كرييت واقول له بيست، هنا كرييت بوست او سيف عادي مو بشكال، محتوى عندي بودي، عندي اختيار تاك، تاك بعدني ما عندي مكامل، فراح الغي تاك، بالنسبة للتاك بعدني ما موجود، عندي كاتيجوري بس تاك ما عندي، عنوان منشور تايتل، وعندك رفاق ابلود ايمج مثلا، مثلا سيليكت مثلا كاتيجوري، select category مثلا، فراح اجي اشوف شلون هنا create post. خلي اشوف شلون الطريقه صارت. عندي راوت، الراوت راح يكون هنا هسه اول شيء نفتح، انا مثل ما تشوفون طبعا هاي ما عندي، خلنا اشيلها. السكشن عندي الاكستانز نفسها على الاب، والكونتنت نفسها، فنجي نفتح دي بالبنل، راح ياخذ ديفولت. نجي كرييت بوست، هذا عنوان حتى يبين. نجي هنا نسوي ديف، نسويها بانل بودي، حناخذ حياخذ فورم، الفورم حيكون راوت بوست دوت ستور اللي موجود عندي، فيروح للستور مباشرة، بعدين تكتب هذا الخاص برفع الصورة ايضا فورم داتا. تجي بعد ما تكمل هذا اس ايرف للفيلد، هاي لازم تكتبها، بعدين تجي مباشرة تنطي الليبل الخاص بيهم، ليبل التايتل، ليبل الايمج، طبعا كل وحدة مراعاة اسمها الموجودة بالداتابيز، مثلا هنا عندنا النيم فيتشر الموجود بالداتابيز، النيم عندنا هنا تايتل، عندنا هنا نيم كاتيجوري اي دي، تمام. سويت هنا شيء اسمه سيلكت، حتى دي سيلكت حتى اقدر اختار الكاتيجوري المعين اللي راح يتم به مثلا انشاء المنشور، ليش؟ حتى اقدر البوست المعين اقدر اخليه شنو؟ لو سوينا هاز ميني كل كاتيجوري حتكون بيها شنو؟ بوست معين. فسوينا مثل الريليشن شيب اللي سويناها، سوينا 1 تو ميني، تمام. فراح شلون راح نختارها؟ نختارها بالفوريج، نسوي فوريج للكاتيجوريز والكاتيجوري، ثم نجي بعدين اوبشن، الاوبشن راح ياخذ للاي دي، الاي دي كاتيجوري نيم، تمام، حتى اعرض الاسم مالته. فهسه خلينا اشوف ايش راح يصير من اغير مباشرة الطريقة العرض، فحتى تكون العرض بصورة صحيحة. اسف على التأخير شباب، شوية ما اعرف ليش ما قاعد يرفرش بصورة سريعة.
undefined. يقول undefined variable category. وين بالcreate يقول ما عندك شيء اسمه variable categories. فراح اجي اشوف عندي variable category لو لا. طبعا اني اروح للبوست كنترولر اجي اشوف بالcreate. تمام صح ما عندي. فخل اشوف الكاتيجوري موجود عندي. خلي اشوف صورة سريعة. بوست كنترولر اروح للاب بعدين اختار HTTP اروح للكنترولر اختار بوست كنترولر راح اجري اشوف طبعا بهذا الشكل الكرييت. حتى اقدر اعرفها شيل هذا الموجود اللي سويناه وراح اجي بهذا الشكل. طبعا هاي بعدين اكملها. هاي ما عندي return tag. آسف شوي صار عندي لخبطة بالموضوع ما عليك انت باللخبطة بس انا هعدل لان هاي عندي الكوبي طريقة الكوبي كان خطأ. نجي مباشرة اجي هنا هذا ما احتاجه الاف بعدين اعلمكم عليه بهذا الشكل. فلو نجي هذا التاك ما عندي بعد التاك ما مسوي هاي تاك بخل نجي نشوف هسه شو راح يصير. يقول class app session not found. class app session not found صح session ما عندي. سوي له use session فمثل ما شوف صار عندي بهذا الشكل. You must have some category. يقول ما يصير انت تسوي لي فاختار لي category معين. فخلي نشوف شنو الموضوع هنا. فأنا طبعا هنا هذا ما احتاجه طبعا. هذا كله ما احتاجه. فاحتاج بس اعرف الكاتيجوري لان هذا يقول لي هسه لازم انت تسوي لي كاتيجوري وانا عندي كاتيجوري. فخلي اسوي كرييت بوست مرة ثانية. فمثل ما تشوف فتح لي صفحة الكرييت. فهسه ايش عندي؟ عندي لازم انشئ اول شيء العنوان. عنوان المنشور. لو نكتب مثلا احنا هسه اي شيء